اخوان اخوات المغاربه داخل وخارج ارض وطن، السلام الله عليكم، مرحبا بي عندكم من جديد، فيديو جديد. نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. خوتي كما شفتوا معنا مؤخرا، يعني كاين واحد الايفيكتو يامادا، كاين بحال نقولوا واحد التشهير للشباب اللي كيجيو مؤخرا حارقين، سواء في القوارب او لا في ديك الزوارع الصغيره اللي كنسميوها الكايات. وكذلك كاين عدد من الوفيات وعدد من الشباب اللي اختفوا لحد الان في البحر وما كاين عليهم حتى شي خبر. كاين واحد الخبر خرج في الجريده في كاناريس، الخبر اللي كيقول ستبدا عمليات اعاده المهاجرين الى المغرب من جزر الكناري في نوفمبر المقبل. يتوقع القنصل المغربي اعاده فتح المجال الجوي بين 6 و8 نوفمبر، الامر الذي سيسمح باستئناف عمليات الطرد من جزر الكناري. واخا كما عارفين اخوتي راه كاينه واحد اتفاقيه ديال اسبانيا مع بعض الدول ومنهم المغرب. اتفاقيه هي من كيجيو ديك القوارب وكيطيحوا في يد ديال المخزن، نهضروا بالدارجه، راه كيردوهم للمغرب الا القاصرين اللي عندهم اقل من 18 سنه. لكن حاليا كما كنعرفوا كاين الحجر الصحي وكاين الكونفينامينتو الى اخره، وكاين كذلك الحدود مقفوله. دابا سيدي قال لك كاينه واحد الاتفاقيه اللي غادي تكون، يعني انا غادي نقرا عليكم الخبر كامل، وكاين واحد الرد، واحد الرد حتى هو غادي نقرا عليكم، اللي هو هذا كما كتشوفوا، واللي كيقول يتجاهل الرئيس سانشيز سبيل المهاجرين غير الشرعيين في الاندلس، الامر متروك للمجلس. المهم نمشيو للخبر ديالنا الاول اللي هو عمليه اعاده المهاجرين الى المغرب، وهاد المره كنهضروا على الناس اللي جاوا الجزر الكناري. قرا لكم الخبر وهذا الاولاني. الخبر كيقول وصل 44 مهاجرا من اصل مغاربي، يعني المغرب والجزائر وتونس الى اخره، في بلايا دي انجلي جنوب غران كانارياس في 20 اكتوبر تحت حراسه الشرطه الوطنيه. وما كرهتش تبقوا معايا حتى الاخر باش نوضحوا كل شيء، لان كاين بزاف الناس اللي هنايا يعني بلا وريقات، ربما هاد الشيء هذا بالنسبه للناس اللي جاوا في القوارب ووقعوا في يد الشرطه. فقط كنتكلموا على هاد الناس هادو، ما كنتكلموش على الناس اللي بلا اوراق. والخبر نكمل عليه كيقول قال رئيس جزر الكناري انخيل فيكتور توريس يوم الاثنين الرئيس بيدرو سانشيز ورئيس المفوضيه الاوروبيه اورسولا فون دي لاين انه من المستحيل ان يواجه ازمه الهجره بنفسه، وهذا يعني انه حتى الان فقط هذا العام وصل اكثر من 10,000 افريقي الى سواحل الجزيره. هادشي هذا غير في الجزر ديال الكناري، الى سواحل الجزيره في زوارق وقوارب، وهو ما اصر على المطالبه برد تضامن من الاتحاد الاوروبي مع اسبانيا والدوله مع الجزر. بالاضافه الى ذلك اشار الى انه في لقاء اخير مع القنصل المغربي ابلغه انه سيتم فتح المجال الجوي بين 6 و8 نوفمبر، مما سيسمح باستئناف عمليات اعاده الى الوطن من منطقه الحكم الذاتي. تفهمنا اخوتي؟ سيزور وزير الداخليه فرناندو مارلاسكا جزر الكناري في 6 نوفمبر، ويخطط ايضا للسفر الى المغرب، وهو المكان الذي طلبت توريس ايضا السفر اليه. علينا ان نسير اكثر وافضل في شيء يتعين علينا تحسينه كثيرا، وهو الهجره غير النظاميه. وقد افتقرت الاتفاقيه الاوروبيه الكبرى في 21 يوليو الى هذه المحطه الرئيسيه، وهي استجابه تضامنيه مع جانب الاتحاد الاوروبي لظاهره الهجره. هو قال خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب مؤتمر رؤساء المستقلين، اشارت جزر الكناري الى ان الجزر بها بضع مئات من الملاجئ، ووصل اكثر من 10,000 مهاجر حتى الان هذا العام بزياده 900% عن عام 2019. وشدد على ان جزر الكناري هي اوروبا بقدر ما هي مدريد وباريس وبروكسل، لذلك يجب ان يكون هناك استجابه تضامنيه، وقد طلبت ذلك على وجه السرعه لظاهره الهجره التي لا يمكن ان تبدا وتنتهي عند الحدود الجنوبيه مثل جزر الكناري.
ركز الرئيس بشكل خاص على حقيقة أن المجتمع المستقل منقسم إلى 8 جزر وليس لديه أماكن لاستقبال المهاجرين لا يمكنهم مواجهة أزمة الهجرة، وشدد على أنه من المستحيل أن يتعامل مجتمع يتمتع بالحكم الذاتي بمفرده مع 80% من الهجرة التي تصل بالقوارب والكاياك بمجرد تغريد طرق الخروج من إفريقيا، مطالبا برد التضامن من الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا ولكامل الولاية مع جزر الكناري. هناك واحد دعم الجزر الكناري، نحن بحاجة إلى دعمكم لمواصلة إبلاغك وجهتك. مهم هذا بحال رسالة. مهم هذا الخبر الأول، وهو كاين واحد الاتفاقية باش يردوا هاد الناس اللي وصلوا في القوارب وفي الكاياك جزر الكناري، يعني ابتداء من 6 و 8 نوفمبر، وهذا بشهادة القنصل المغربي اللي كاين في هذه المنطقة، اللي فعلا هنا اللي كيقول القنصل المغربي يتوقع القنصل المغربي إعادة فتح المجال الجوي ما بين 6 و 8 نوفمبر، الأمر الذي سيسمح باستئناف عمليات الطرد من جزر الكناري. يعني استئناف، يعني هنا كانت متوقفة كما قلنا لكم سابقا، كانوا متوقفين لأن الحدود مقفولة وكان هذا الحظر الصحي وحالة الطوارئ إلى آخره. هنا كاين خبر آخر لليوم خرج، واللي كيقول كما قلتكم، قالت مندوبة المجلس العسكري الأندلسي في ألميريا ماريل سانتيس توريغا على أسئلة وسائل الإعلام، سوف يرتكبون شيئا خطأ عندما يصححون أنفسهم بالنسبة لسانتيس. التي نلخص بركي هذا الشيء هذا طويل، وهو هنا لأن دابا كنهضروا على منطقة ديال الأندلسية، على غرناطة، الجزيرة الخضراء اللي هي الخثيراس، كاديس، توريمولينوس، مالاغا، هاد الناس هاد الجهات هادو، يعني القوارب اللي وصلوا ليهم حتى هما هاد الناس هادو، يعني كاينة بحال واحد الأخذ والرد. غادي نحاول نشرح أكثر باللي بحال هاد الناس هادو يعني كيلوموا الحكومة الحالية على بحال اللي تخلات على هاد الموضوع هذا. غادي نحاول، هو المقال قصير وقصير بزاف. هنا كيقول لك على الرغم من أن المندوب الفرعي للحكومة مانويل دي لافوينتي قد أشار إلى أن الشرطة الوطنية قد تولت النقل القسري بسبب تغيير في القرار، كاين واحد التغيير في القرار الإداري الذي أقره القاضي والذي لم يعد مطلوبا فيه التعاون، ولكن أمر تدخله وأصرت المندوبة على أنها تنوي في بيانها عدم الاعتراف بأنهم كانوا مخطئين بالتوقف عن التعامل مع عملية النقل. يعني كما قلنا قبل، يعني كان واحد التوقف لهذا بسبب هذا الحالة ديال الوباء إلى آخره، وكان عاود مكرر أن هذا الشيء هذا ما عنده حتى شي علاقة، هذا الشيء هذا فقط بالناس اللي حاليا اللي من جاو، يعني كيفاش غادي نقولوا، كاين الناس كنعرفوا حنا كيجيو، واخا كيجيو في هذه القوارب او لا في الكاياك ولا هذا، كيسلتوا كيمشيو صافي وكيتحسبوا بحال هاد الناس هادو، ولكن كاين الناس اللي في الدخول ديالهم بحال اللي كيتفيتشارو وكيبقاو عندهم في السينتروس، يعني هما كيبقاو حتى كيستناو الاوامر باش يردوهم، لان كما قلت لكم راه كاين اتفاقيه بين بعض الدول ماشي كلشي، ومنهم المغرب من غير القاصرين، يعني الراشدين من 18 الفوق، يعني كيردوهم كما كنعرفوا، اللي كيشبروهم اللي كيهرب الى اخره، وكاين اللي كيهربوا من هاد الاماكن هادو. المهم كاين واحد، وهنا كيقول لك وهكذا انتقد المندوب تخلي الحكومه عن الوظائف التي تتمسك بسياسات الهجره التي حددت فيها هذه المهمه، لان الاشخاص الموجودين في الحجر الصحي ليسوا مرضى وبالتالي ليسوا اختصاصا صحيا كما تم تفسيره، وقال الامر متروك للحكومه وفقا لقانون سياسه الهجره، وكل شيء اخر هو القاء الكرات وشن حرب خامله لا تذهب الى اي مكان. من هذا الشيء هذا كامل اخوتي، يعني وكما كنشوفوا مؤخرا كاين واحد الايفيكتو يامادا حتى هما راه كيقولوها، وخصوصا الشباب كيجيو وكاين فيديوهات في اليوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كينشروا ديك الفيديوهات، وهاد الفيديوهات هما اللي كيخليو الشباب يفكروا،
خصوصا كنهضر على الشباب اللي كيجيو مثلا في هذا الكاياك، راه الصراحة راه مؤخرا غير في ستريتشو بقينا، راه كاينه مانيفيستاسيون سين الخثيرة سين سيوتا، يعني في الجزيرة الخضراء في سبتة في جزر الكناريا بهذا يعني كاينه وفيات، كاينه وفيات وانا غادي نخلي لكم صور من هاد مانيفيستاسيونيس ديال هاد الناس اللي كيقولوا كاف، اللي كيقولوا زعما كافة يعني بركة، راه الشباب كيموتوا بزاف. كما غير مؤخرا في سبتة والخيزيرات كنظن وقيله شي 4 إلى 5 الجثث اسبوع، وكاين شي منهم لقاوهم حيين. كان عندي اتصال بالناس ديال جبل طارق، كاين بزاف ديال الشباب عندهم شبرين وحتى هما مساكن غادي يردوهم، كما كنعرفوا جبل طارق كترد كل شيء ما كتخلي حتى شي واحد، لا القاصرين ولا الكبار. هذا القانون ديال جبل طارق والاتفاقيه ديال جبل طارق مع هذه الدول المغاربيه ولا الافريقيه. انا اذا قلت شي حاجه انا الصراحه خصوصا لان والله العظيم مؤخرا بقيت كنشوف هاد القصص ديال الناس اللي كيحرقوا، الصراحه كاين اللي كيوصل وكاين اللي ما كيوصلش، وكاين اللي حد الان ما عرفه واش وصل ولا ما وصلش. يعني كاين الناس اللي عامين وعام وشهور وما عارفين والو على الاقارب ديالهم. انا اذا قلت هذا غادي يقول لك لا علاش، ولكن الصراحه انا الطريقه هذه باش كيجيو الشباب. وكنسمع شي واحد كيعاود لي، والله بزاف الناس كيعاودوا لي، كنقول زعما الانسان باش يجي بهذه الطريقه خصو يكون مفضي مثالي، يعني اللي تجعلو انه يغامر وهنا في راسو يوصل ما يوصلش، عنده حتى ديك ما يوصلش، عنده ديك يوصل وعنده في راسو حتى ديك ما يوصلش. المهم ما نطولش عليكم بزاف، كان هذا هو الخبر اخوتي. تهلاو لي في راسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.